ان انا اسمع ناس بتعمل مزيكا او اصوات انا مش متعودة عليها، ده بيخليني اطلع من طريقي واعمل حاجة تانية. ابتديت بلعب جيتار وبعدين درست ميوزك برودكشن وابتديت ادخل شوية حاجات الكترونيك في المزيكا. بسمع صوت مثلا بحس انه ممكن لو غيرته او لو حطيت عليه افكت تطلع منه صوت تاني، يعني بحب اللعبة بتاعت الاصوات. بصراحة ما عملتش كولابوريشنز مع ناس خالص، انه المرة دي اخترت ان انا يعني هرمي نفسي في البحر. اتبسطت قوي ان هقدر اروح سينا وبجد يحطوني مع البدو اللي لسه محتفظين بالموسيقى بتاعتهم زي ما هي بشكلها القبائلي، ولعبوا شوية فولكلور بدوي. يعني أنا كنت رايحة أصلاً عشان أسجل بس، كان ده هدفي. في واحد من اللي بيغنوا الفوكلز أثرت فيا قوي، يعني كنت دايماً هو بيغني بفكر أنا ممكن أعمل إيه بالغنى اللي هو بيغنيه. بعد جمهورية حاسة أنه ممكن شوية أفتح الباب للكولابوريشنز أكتر، فده هيكسر لي شوية يعني الـ uptightness اللي أنا كنت فيها when it comes to collaborations يعني.